السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. جيت اليوم فيديو جديد عن هورايزن فوربيدن ويست اللي هو هورايزن الغرب المحفوظ. اليوم حابب لكم ان ان شاء الله راح نعمل بث مباشر على اللعبة بالتويتش، على قناة التويتش. طبعا اللي ما عنده تويتش يعمل تويتش وشاركونا، انه ان شاء الله انا ناوي اليوم اذا بقدر، ما راح اوعدكم اليوم اذا بقدر خلصها. طبعا شوفوا انا قديش مخلص منها لحد الان، خلص منها 67%. انا مصور شيء 20 فيديو او 30 فيديو لو نزلتهم، راح نزلهم ان شاء الله قريبا هالاسبوعين بنزلهم. اهلا وسهلا فيكم كلياتكم. ان شاء الله راح يكون البث الساعة 4 بتوقيت الكويت، يعني بعد ساعة او بعد نص ساعة ما ينزل الفيديو. بتشكركم كلاتكم على من هلا على وجودكم معنا، وبتمنى ان كلاتكم تجوا وتشاركونا بهذا البث. طبعا انا عم حاول اسوي بثوث شوي اللي هو يعني بالتويتش، انه بعرف التويتش كبثوث بيكون شوي اقوى او هيك اللي بعرفه انا، ممكن اطلع غلطان. طبعا في العاب راح نعملها بثوث، راح نعملها على اليوتيوب اللي هي تبع 7 Dead Descends. اما الالعاب الكبيره بعتقد راح اسويها على هورايزن، او حسب الانجيجمنت، يعني اذا في ناس عم تشاركنا وفي ناس بنضل نعمل على التويتش، لقينا الناس لا قليله ممكن نرجع لليوتيوب وبنشوف بقى. فاليوم البث راح يكون ان شاء الله على لعبه هورايزن فوربيدن ويست. بقى بتمنى كلاتكم تجوا، بقى بس بنشوفكم ان شاء الله بالبث. مع السلامه.